السلام عليكم خاوتي، التحية وتقدير متابعين قناة عبد الجبار، جزاكم الله كل خير، ربي يحفظكم إخوتي الكرام. اليوم راني في الصيف العالي دخلة تاع الحاسي، حبيت نمد لكم واحد المعلومة على الاكسيراتور الكتريك. على كل خطرة ندير لكم معلومة على موضوع على حاجة في الشاحنة رونو تراكس 2024. خوتي اليوم حبيت نمد لكم معلومة على الاكسيراتور الكتريك. درت مقطع صغير فيديو بالنسبة للفيديو اللي راح نحطه في التيك توك، والمقطع هذا ان شاء الله حبيت نديره طويل، نعرفوا فيه حوايج شوية بزاف. كل خطرة ندير لكم فيديو على موضوع، ديروا لنا جيم وبارتاجيو هذه الفيديوهات، ربي يحفظكم ويستركم اخوتي الكرام. اليوم حبينا نحكيو على الاكسيراتور الكتريك. الاكسيراتور الكتريك اول حاجه تروح لهنا، دور هذه هكذا تولي خضراء، ومن بعد نروحوا لواحد القفله راهي تحت هذه، ان شاء الله تكون الصوره واضحه. هذه هنايا كاينه اوف، هي تحتها من تحت، هاي وليكم خوتي، ان شاء الله تكون واضحه. راني نلف عليها هكذا نكسري لي، شوفوا كيف راني نكسري لي، هاي ولي هكذا نفيكسيه على 90 مثلا، هنا راه على 90، كي يلحق 90 يحبس، هنا راه منحدر قادر يزيد، الطريق راهي واعرة هنا شوية، كي يكون منحدر قادر يزيد مثلا 91 ومن بعد يولي يرجع نورمال. اليوم راه ريح كبير، هكذا راني نفيكسيه على 90، ها ويليك 90 هنايا مثلا لقيت سيركيلاسيون نقص، ها هاي ويلي نقصت. شوفوا قداه راني نمشي 80 ولا نحوس نزيد، ماشي نروح نولي نكسر لي من تحت ديريكت مولض على هذه، هاي يقول لك ها دوك يعاود يكسر لي من دار جديد حتى ل 90. هكذا راه يبدل الفيتاسات وحده، راه اوتو ماشي مانيال. الطريقه هذه خاوتي نخدموا بها كي يكون الكاميو اوتو، ها ويلي كون يعود مانيال راه ما تصلحش. وهذه وقتاش تخدم بها؟ تخدم بها مثلا يكون كاين رادار، يكون كاين، ما تقدرش تخدم بها في طريق مثلا سيركيلاسيون ولا اجتنبوها ماشي مليحه، علاه ما تقدرش؟ وما تخدملكش اكثر من السرعه اكثر من 37، كون تكون تمشي اقل من 37 راهي ما تخدمش الاكسيراتور الكتريك، تخدم لكان من 37 وطلع الفوق. هاي ويلي هنا راني راح نزيد له، شوف 86 دوك يلحق حتى ال 90 يكوبي ما يزيدش. والكاميو هذا ديروا في حسابكم بلي راه محلول يمشي 125، بصح بسرعة انا راكم عارفين يا خاوتي انا ضدها. ها وليك هنا ها نقدر نزيد ها باش تشوفوا يعني ها، بصح لا نقص له 90 ما نفوتش. وديروا في بالكم ماشي السرعة هي اللي تروح بعيد، تمشي 90 تروح وين ما تحب، ومشارجي 90 وبزاف. هاي ليك الشاحنة اللي راني نسوق فيها، إن شاء الله نزيدو نحكيو على موضوع واحد آخر. هذه القفل هذو، هذه تاع التليفون، ناكتيفيو التليفون نروحو هنا، شوفوا واش يشعل لي هنا، طابلو، إعدادات، القيادة، هذو كل ما نخدموش بهم القيادة هنايا. يخدم في الطرود بالقمر الاصطناعي، تولي هنا ما عندناش في الجزائر، يخدم مثلا يشد لك الطريق ما تروح لا ادروات لا غوش، المهم يتبع لك الخطوط هذول راهم بالكابتورات يخدم. دير هذه هاي ويليك، دور واحد الروضه هي اللي هنا تحت هذه، هاي ويليك القفله هذه، دور هنايا تولي تدور لك هذو، شوفوا كيف راني ندور في القفلة هذيك ها، هذي نتاع راح تسايق ما عندناش هنايا، هنايا دليل الشاحنة هاي وليك. بإذن الله ندير عليهم فيديو كامل، حنا اليوم هنايا راح ناكتيفي البلوتوث تاعي، ندير هنايا أوكي في الروضة هذيك بعد اللي كنت نعتلكم فيها، نلوض عليها، كي نلوض عليها يطلب فيا أني نشعل الجهاز تاع الراديو البوست،
هاي ولدي هنا راني شعلت البوست. كي شعلت البوست خوتي هاي وليك خرجت لي الجهاز تاع البلوتوث، نولي نرجع للعجله هذيك وندورها هنا. هاي وليك هنايا دخلت لي في البلوتوث، ما على بالي ما راهيش واضحه. هنا راني قريت باش تكون الصوره واضحه ونكمل لكم طريقه ربط جهاز بلوتوث مع تليفون. اول حاجه لازم التليفون يكون فيه بلوتوث. ها هو اللي على البوست، ندخلو هنا نلقاو هذه، ندور الروضه هذيك نلحقها لهنا، راحت السائق هنا. ايوا ليك هذه هي العجله، باش ندير اوكي نلض على هذه، نحوس ندورها ندورها. هاي ولي شوفوا هنا كثر الدور، شوفوا كي نعود ندور فيها. شوف هنايا هاي ولي الاوكي في العجله هذيك، اللض هنا تخرج لي الصوت انت مثلا تنقص الصوت تاع الكنينيطا ولا. ومن بعد حنايا ما يهمناش رانا نحكيو على جهاز بلوتوث. هاي ولي هاي ولي ندور هذيك الروضه اللي كنت نعطي لكم فيها. هاوي ليك جهاز بلوتوث وندير اوكي، ندير اوكي فوق الروضه هذيك ندير اوكي. دوك هنايا هنايا تفعيل البلوتوث، تلوض عليها تحب تعطلو ولا توسيو، خليو حنايا هنايا في التمكين هذي، وهنا تعطيل هذي ما يمشيش. الاوكي نتاعنا خي ديريكتومو كما قلت لكم قبيله، ونخرج نرجعو هنايا كش ما تلقاو مثلا جهاز ولا حاجه تلظ هنا. هاو هكذا راه يشرشي على جهاز، مثلا كون عود مشعل بلوتوث يقبض لي هذا الاسم. كي تخرج لي كيما هكذا شوفوا راه يحوس، انا راني ماكتيفيه ديجا راني ماكتيفيه. نخرج باش نخرج، نخرج هنا بهذي. هاوي لي ولي هلال هذا، راني خرجت راني خرجت، نروح للحذف مثلا كش معدي جهاز واحد اخر وندير اوكي. هاو التليفون تاعي وين راح، نهبط التليفون هذا نتاعي هنايا وندير اوكي. دروك هنا ندير لا ولا نعم، مثلا نحذف الجهاز هذاك اللي راه هنايا، ندور الروضه هذيك اللي كنت نعطي لكم فيها هاوي ليك وندير اوكي. انا ما رانيش حاب نحذفه، نخرج ديريكتومو. كي دير اوكي ديريكتومو يطلب فيك مثلا بلوتوث. دروك ندور مازال ما هكذا، مازال ما ربطش، نحوس نربط البلوتوث، نخرج ديريكتومو منا. ها ولي خرجت ديريكت، نروحو لا كوموند نتاع البوست، لا كوموند تاع البوست وين نروحو نلوضو على هذه. ها ولي سامحوني شوف هاي ولي هنايا دير مثلا تاع السيدي، تخرج لك هنايا تاع السيدي. هاي لو كوموند القفله هذه، تحب دير تاع السيدي ولا ام بي 3. اسمح لي هنايا ام بي 3، هنايا البلوتوث ما يلقاهاش عليه، ما رانيش مديزاكتي لا بلوتوث. هنا راني شعلت البلوتوث في التليفون، لظوا على هذه. هاي ولي شوف سامحوني، كان شعل البلوتوث من بعد نروح للقفلة هذه. هاي وليك هنا نضع عليها، نزيد نعاود واحدة أخرى، نزيد نعاود واحدة أخرى. هاي وليك بلوتوث هكذا ديريكتوم، ومنين يعيط لي أي واحد نروحوا مثلا هنايا نجبد الأرقام اللي راهم عندي في التليفون. دوك راهي مربوطة مع التليفون، هاوي ليك الأرقام اللي راهم عندي. ندور ديريكتومو هنايا، ندخل في التليفون خروج دفتر، ندير اوكي. ما رانيش حاب
دفتر الهاتف، ما رانيش حاب نوري الارقام اللي عندي ولي. غير منين ندير اوكي يخرجوا الارقام اللي عندي. ها وليت الارقام اللي راهم عندي، درك ندور في الروضه هذيك يولي ويطلعوا. نحوس نخير رقم منهم ديريكتوم ولوض على اوكي، نعيط لواحد منهم. درك مثلا خيرت الرقم هذا لوض على اوكي، ها وليك عليه اللوض، لوض عليه هذه. تكوبي لي الفيديو لخاطر التليفون اللي راني نصور به هو اللي راني نعيط به، ما نقدرش. المهم هذه المعلومه، بقدرنا ان شاء الله ونجيب لكم الجديد. ديروا لنا جيم وبارطاجيو هذه الفيديوهات بيناتكم. وهذا هنايا دراع نتاع رانتيسور، هاي الدرجه فيه بريمير والدوزيام والتروازيام. واش دير ديغرادي فيتيس مثلا يكون تروازيام ولا كاتريام ولا سانكيام، كي تضرب هذه يهبط بزوج فيتاسات ديغرادي، مثلا ما كفوكش الفران ولا حاجه تلض على هذه يديغرادي لك لي في فيتاس. هذه تكروش الفيتاس، هاوي ليك هاوي ليك هنايا فيتاس، هاو تروازيام ديماري هنا نحس نطيحو بامور، هاوي ليك ندور هذه هاو طاح بامور، هاوي ليك ان نحس ندير الماشريير ندور هذه مثلا، هاو ليك نرجعو فيتاس ومن بعد ندير الماشريير هكذا راه ار. بعد نحكيو على مواضيع واحده اخرى. واحد النهار تكلمت على بريمير سي، داروا لي عليه قفوه تاع حس، خليوه المره اخرى، اعداء النجاح ما نضلوش نهضروا عليهم. نحوس نرجع من الماشريير للبريمير، ما نضلش ندور في الروضه هذه ديريكتومون نطلع، هاوي ليك رجع بريمير، نحوس نرجع ماشريير ندور هذه، هاوي ليك هكذا راني رجعت من ماشريير. نحوس نديماري ديريكتومون نلض على هذه، نكسيري لي منين نكسيري لي ديريكتومون، شوف فرانه ما تطلق وحدها ومشى. نحوس نجبد فرانه، ما هاوي ليك هكذا نجبد فرانه، نحوس نكسيري لي ها نكسيري لي نطلقها ها ها وطلق، نحوس نفريني هاوي ليك. حوس انا نطلق مثلا فرانه ما بيدي اوتوما يدوي، نلض عليها كيما هكذا ولازم تكون كراك على الفران وديماري، هاي طلقت هذه هي. نزيد نروحوا لهذه تاع الفيوز، هذه تطلع وتهبط الفار نتاعك والكود، تدور هذه يشعل لك الفيوز، تزيد تدور الدوره الثانيه يشعل الكود الفود بريار، ان شاء الله تكون الصوره واضحه بارك الله ماني عارف. هاي وليك هذه تاع الفود بريار، هذه تاع الضو تاع لاكابين من لاريير، هذه تاع الضباب ولا واحد يطلق فيك الفار ولا تطلقها. اللي في هذا هنايا هاي بين اسونات، الدوره الاولى دير سوي كلاس بريمير دوزيام تروازيام، نحوسوا نلضوا على الماء، نلضوا عليه هذه ماشي هذه، هذه كلاكسون هذه هي نتاع الماء، راني مش حاب نخمج الزجاج تاعي كي ندير الماء يولي يتوسخ لي الوسمو. هكذا فيها نقاط ها ساهله خلاص، قال بريمير ولا تروازيام كاتريام ولا الزيرو. الريغلاج تاع البوست ثاني حاجه ساهله خلاص، هذه تزيد هذه تنقص هذه ريغلاج هذه الميني هذه. المهم كل خطره نحكيو على موضوع ما فيش يعني حتى حاجه زايده. هذه هنايا تاع الكليمه، هذه دير هنايا مثلا او شعلت الكليمه الفونتيلاتور، هذه تحب البروده تلض على هذه يهبط لك للساز. نحوس نزيد له هاوي ليك، راني زدت له باش تطلع درجه الحراره، نحوس ننقص من هنا. هذه هنايا تجبد لك الهواء داخل الشاحنه وخارج الشاحنه. ننسى خاوتي دائما تجبد الهواء من عندك، تبغى تغير لك في الهواء نتاعك هنايا احسن، علاش باش ما يدخلكش الغبار. وهذو هنايا اللي راهم هنايا كاينه واحد الشعيرات هنايا، مثلا كي نديرو مثلا اوتو، كي نديرو اوتو مثلا تطلع درجة البرودة ولا درجة الحرارة اكثر من الوسمو، ديريكتومون يطفى وحدو الكلاماتيزور، تولي تنقص 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 حتى تسكر. هذه تخدم اوتو هاي ولي. وهذه هنايا تاع الكومبرسور، هذه تطفي الكليمة وتهبطها، هذه دير درجة الحرارة تسخن الترافيزورات باش الضباب يذوب لك. يعني كل خطره نحكيو على موضوع، هذه تحل الطوا وتهبط هاوي ليك الفوق الفوق، تحل تتنفس، كاين واحد الشباك تاع الناموس هاوي ليك الفوق.
هنايا هذه هنايا ما عندناش حنا في الجزائر، هنا كاين تيكي، وهنايا وين ندير لاكار نتاع الشيفور، هذا البوست، هذا هنايا فلاش ديسك ولمبي طروا وين نديرهم، هذو قجور هنايا ما عندنا والو، هذه هنايا هذا هو الميكروفون اللي يسمع الهضره تاعي كي نعودوا نهضروا مع جهاز بلوتوث، يعني حوايج ساهلين خلاص. وهذو هما القجار، حاولوا انكم دائما تكون شاحنه بروبر. هاوي لي هذه تحل وتسكر، هاوي لي تدور ثاني كيما هكذا. معظم الشوافره يعني هذو كسروهم عليه، يدورها تسح عليها القهوه. والمهم هذه هنايا تشد التليفون، هاوي لي ذكيره هذه، هاوي لي تهزها كيما هكذا، تعود حتى الطابلات هنايا تهزها، هاوي لي ونبدلوا لهنايا. هذه هنايا تهبط التليفون، هاوي لي ان شاء الله تكون واضحه، هاوي لي طلعها وتهبطها، يعني زيد على حاجة. هذه سبارت، هذه مثلا نايض رقد اللوز عليها، هاوي ليك الكاميو، نحوسو نوضو الكاميو مثلا، لوضو على ستارتير، تشعل الكونتاكت خطرتين، تشعل الكونتاكت، هاوي ليك شعلت الكونتاكت، ومن بعد نحط حاشاكم كراعي الفرا، دائما كي نقول حاشاكم راني عارف واش راني ندير. المهم ومن بعد نقعد لاض على القفلة، هاوي لوض، هاوي ليك صديق نتاعي راه يعيط، شوف كرا يعيط لض على هذه ديريكتومون حل. كاينه معلومه واحده اخرى ثاني هنايا، هذه هنايا نتاع القهوه، ويليك سكرها. دوك النهارات كي يجيبوا الكماين نوض الشوافره كاينين اللي يقلعوهم، هذه كاع هذا قجر خاوتي، راه في واحد القفله ساهله خلاص، ها تضع عليها هنا بصباعك، ها ويليك تضع عليها وتجبد الرايه ساهله طولها، ويليك الكاميرا مسكينه يا حسره الدنيا. عاونوني خاوتي بارطاجيو هذه الفيديوهات، بالك نقدر نشري كاميرا واحده اخرى، والله قعدت لي غير له اسمه. هذه مواد تنظيف، هذو كواطي، ها نسكر بالرايه، هذه هي بالنسبه لشاحنه رونو تراكس في 2024. ما كاينش فرق، كاين فرق مثلا في الفولو هنايا، مثلا بكري كنت نلوض على واحد القفله هي هنايا في الطابلو باش نطلع الفولو ونهبطها ونشوف هكذا، فيكشيها على قد الذراع تاعي سلام، ونطلق نهز رجلي نطلق. دوك نعطيكم القفله وين جايه، في المكان هذا بعد ورا صبعي، هذيك هي نعفس عليها برجلي تهبط هذه الفولو، تديها تجيبها تروح وين مثلا ترقليها وين ما تحب. الحاجه الاخرى واش هي مثلا، درك نحس انت وراها ويلي نملصها، راني نتمشى بالعقل راني في المدينه، اوكي نخرجوا لبرا نوري لكم كي تملص السنتوره واش دير. شوفوا هنا كي نملص السنتوره شوفوا واش دير، نقص مثلا ولا حاجه هاويلي انا ركبتها ولا نقص مثلا، ها مثلا دوك راني نمشي 15 ولا 20 انا في لي دودان، دوك كون نسرح مثلا بلي سنتورا ديريكتومون شوف وين يلحق وتشعل الكلاكسون هذا المنبه، ها 26 نلحق بالسرعه 26 تولي تكلاكسوني. هنا راني طلعت الفولو شويه باش تشوفوا القفل هذو، هاوي لي دوك مثلا ندور الريكلاج ولا حاجه ولا بدل شهريه بدل نهار شعل البوست، المهم قياده اي حاجه ندور هذه الفولو هنايا، هاوي لي هكذا ونلوض على اوكي، هذه هي الاوكي ونخرج، نخرج بالسي هذه اي فوق فوق الفولو، هذه هي السي اللي فيها الهلال. ها والهلال هذا وشيه مثلا راقد في الليل ولا حاجه وتحشتو في الساعه، تلض على هذه ديريكتوم وتخرج لك الساعه في الطابلو. رجلي زايدين مثلا كيما هذا الذراع هذا اللي منا، يعني عندك هذه يعني هذا زياده برك، هذو حوايج اللي راح تسيق. هاي ثاني هذه فيها واحد الريكلاج هنا، هاوي ليك الريكلاج هذا، تطلع الذراع هذا وتهبطه، والله مثلا المكيف مثلا بالنسبه للمكيف عندي زوج قزار هنايا مثلا ندير فيهم باديا يورت ولا حبات فواكه ولا حاجه ولا قرعه ما صغيره ولا
تديرهم في القجار هذا. باش ما تملش وما تكرهش، اول حاجه الحاجه اللي تخليك انك تكره السياقه وتكره القياده وتكره كي تعود مسافر، الكيميكو ما يكونش منظم، لازمك دائما تخلي تطبق حوايجك، ترجلي امورك كاع كلش مريقل، تهز مواد للتنظيف هاوي ليك ها هذو لازم دائما هزهم، خاصة رانا في الربيع الناموس بزاف ولا والفراشات هذوك. المهم دائما البربريز تمشي من الهاي الكار وهذاك يتوسخ، لازم الماء هذا من النوعية المليحة ثاني ها هاوي ليك اقل. هو اليوم راني مسح الزجاج نتاعي مسحو زوج خطرات، شوفوا مازال ها هاوي ليك عليه راه غيم كبير، وفيه ثاني زوج شارجورات طيب سي هاي وليك، وحده هنا ووحده الفوق ووحده ثاني راهي له خلاص. هنايا حاجه ما تغيرت، هنايا حاجه اسمو، وهذه هنايا هاي وليكم لابواط فارماسي، هنا القجار هاي وليك الكابا تاعي ماشي كيما الكمايل الاخرين، الكمايل الاخرين ما فيهمش القجار دائما تعاني. واللوازم تاعك في فطريك كيما نقولوا لاباط فارماسي، الاكستنتور اللي هي القرعه الاطفاء نتاع النار، حوايج بزاف اللي لازم نعرفوهم قبل ما يديماري الانسان. اول حاجه تفيريفي الكواطه نتاعك، تشوف لاسورانس تاعك، لاسورانس سبيسيال تاع السلعه، تفيريفي البيرمي تاعك بالك راه ميت بالك حاجه، لاسورانس بالك يقدر عليك ربي العالمين قيس واحد، هذو الحوايج ما نحقروهمش. الاكستنتور تشوف لادات بالك راهي ميته، لابواط فارماسي ثاني انا لابواط فارماسي والله ضد الفكره هذه. علاه لابواط فارماسي خوتي؟ اصلا كنت تلقى واحد اكسيدونتي بعيش شر ولا حاجه ممنوع انك تمسو، ما رانيش طبيب انايا حتى نضرب له البرا ولا ندير له لاستيك هذاك نحبس له الدم ولا كاين. انا هدرت مع طبيب بروفيسيونال طبيب، سقسيته قلت له هل ترى هذو الحوايج هذو نقدر نستعملهم انا؟ قال لي من المستحيل، قال لي هذه قلت له رانا نديرو فيهم على جال براج وخلاص، يعني ما نقدرش حتى معليش تجرح ولا حاجه ولا في الاسم ملاح، وانما كاينه امورات لاستيك هذاك ما عنده حتى معنى، مش قضيه ما عندوش حتى، لازم واحد يعرف له الليغو حوايج الليغو معليش تقدر ديرهم. كاينه امورات لاخرين لاسبيرين تاع الراس وهذه الامورات اللي مانيش عارف. المهم انا شوفوا خاوتي دائما الحاجه اللي نركز عليها الاكستنتور اللي هي اطفاء النار، شوفوا راه يدوب ليها الاكستنتور تريونغل ثاني ضروري ضروري ضروري. الجيلي تاعك اللي لازم تلبسها اون تكون في اونغار ولا حاجه ولا في خدمه ولا تحوم بان مليحه تلبسها تبان في الليل، مصباح كهربائي ولا حبال ولا حاجه هذو حوايج يساعدوك، الكريك طفيلات هذو الحوايج ضروري في شاحنه، رود سكور اي حاجه مليحه زايده مليحه عليك. كيد قاري تفيريفي الروده تاعك، تفيريفي المصابيح كشي لمبه محروقه ستوب كنينيطا فوت بريار اي حاجه تحقرها عندها معنى كبير، الاشاره تاعك الغماز اي حاجه تحقرها تلقاها ضروري. دوك مثلا ما عندكش نينيطا هذه ما تقدرش تتجاوز عليه، اي ناس وراك تبع فيك اي منا انسان خوتي دائما يحاول انه يعرف حوايج. دوك راه الدنيا كلها تطورت، راه الانترنت وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك الفايبر الواتساب الانستغرام تيك توك، معلومات الله يبارك مفيدة للجميع ان شاء الله. تبعوني خوتي على صفحة تيك توك وفي اليوتيوب وديروا لنا جيم وبارطاجيو هذه الفيديوهات لعل الله، وادعيوا لنا رب العالمين قدرنا رب العالمين نجيبكم الجديد. راني صايم والله هذا الايام ما رانيش ندير في فيديوهات، سامحوني خوتي ان شاء الله نرجع لكم قوة ونخدم الكاميرا. كشي واحد عنده اي معلومة راني حطيت لكم الكاميرا نتاعي راهي خاسرة، هاي بليكم هاي بليك راهي خاسرة غير نتفرج فيها، هاي فاسدة ما راهيش تشعل لي، ربي قدرني ان شاء الله ونخدمها. كاينين حوايج داروا عليهم تعديلات مثلا كيما هذه تقبض لك السموك كانت بكري، ما كانش هذه خلاص تحرك
زادوهم باش ما تفسد لكش. وبالنسبه لنتاع كونتر دي راباج تاع الرومورك فرا الرومورك ما فيش، هذه ستارتير انا حكيت عليها، راح ندير عليها فيديو في تيك توك. الكليماتيزور انا قلت لكم عليها، ثاني حكيت عليها قبيله، ثاني درت عليها فيديو في تيك توك. المهم هذه تشعل، هذه تجبد لك الهواء من غرفه القياده باش ما يدخلكش الغبار. هذه تزيد، هذه هنا يطلب عليها يشعل اوتو، ومن بعد اونكا تجيك درجه الحراره ولا بروده بزاف يولي رجلي وحده. اللي تقيس درجه الحراره هنا لداخل، واحد الشعيرات دايرينهم مثلا كيما التيرموستا. هذو هنا يطلعوا للرجلين حاشاكم ولا الوجه، ولا ديرها هنايا في البربريز. هذه هنايا راني حكيت عليها قبيله، تسخن ليتروفيزور كي يكون كاين ضباب. المهم كاينين حوايج اللي لازم كل خطره نحكيو عليهم. كيما هذه ثاني دير يتاح الضباب، دير الهواء هنايا باش الصباح كي يكون بارد الحال ولا حاجه ما تشوفش، الرؤيه تكون ناقصه، تلظى عليها يهبطها هذاك الضباب. هذه اللي راهي منها، هذه ترقلي الترافيزورات نتاعك طلع تهبط اضرواتها غوش. هاوي ليك ما راني نسوق، ما نقدرش نوري لكم. تدور كيما هذه، دورها اضروات تجيك مع الجهه اللي منها، دورها اغوش تجيك على الجهه اللي من هي. ان شاء الله نزيد نقدر نجيب لكم معلومات على لوحه التحكم هذه. قريت هنا، قريت هنايا باش نعطيلكم الشاحنه من الداخل. هاي ليك هذه الكوشات اللي راهي الفوق، هذه هنايا ثاني تطلع بالريح، ثاني كيما الاخرى. هاي ليك سنتوره، هذه ثاني هنايا. هاي ليك هذه قرعه المور راني حاطها، هذا المورتسور هنايا ترقلي الميزان. كل واحد وشحال يوزن. هاي ليك الكاميو لازم دائما يكون هنايا بروبر نظيف. هاي ليك قرعة تاع السمو، هيا هادو راح نحيهم، نهزهم. البارح ما حبيتش نرميهم، هذا هو البن عنده يومين والله. هذه بلاصة يقولوا لها شو بالله هنا. بالنسبة للضوء تاع الفراشة 2024، شوفوا خوتي كيف مخدوم الله يبارك. هذه هنايا تشعل ليد في النهار، وهذا هنايا الكود، والتحت هذا الفار وهذا الكود مع الفوت بريار. يا ربي الريح كبير راح يديني. السنتوره هنا ما نظرش بسم الله. هاوي ليك نحوس ندير الفيتاس. شوفوا خاوتي دوروا هذه اللي في النص. هاوي ليك هنايا هاو فيتاس سيراتور، نلوض على هذه. لازم تكون كراك على الفرع حاشاكم. ايوا هكذا نجبد الاشاره تاعي ونقصر التروفيزور اللي ما كانش حتى واحد، نهز رجلي على الفرا ونكسيري لي شعره برك. هاولي نخزر مليح مليح، هم بعد نتكلوا على ربي. ليكون في علم الجميع الشاحنه دائما فيها زوايا ميته مهما كانت الشاحنه والله، ولا حافله والله. علاه بلاصه عاليه كاينه نقاط، ثلاث نقاط ولا اربعه للانسان ما يشوفهمش. انا والله قبيله واحد دوبلاني على الدروات شعره وقستو، اول حاجه في السدلي الكيمي، ثاني حاجه رفرمي الاوتوموبيل. باه تعرفوا خوتي ما تجاوزوش على اليمين، راهي كارثه كبيره. مثلا منعرج كيما هذا والله مش عارفش راح يطلعني، وانا ديريكتومو نجي نفوت الخط هذا، الخط الجدار هذا وشيه تسمى لا تجاوزته ولا طلعت عليه، راك قست صاحبك، راك واش درت؟ خرجت من الرواق نتاعك وديت حقك وحق الناس. مال الانسان خاوتي دائما حتى ورا ما كان حتى واحد يولف روحه انه يمشي في الرواق تاعو، كي تكون تمشي في الرواق تاعك.
ما تديرون جي حتى واحد وما او هذا شوفك وين يدوب لي شو حوايج كيما هذو يخليوك تدير حادث، يخليوك تجيب السبة لوالديك، يخليوك انك يدعو عليك بالشر. حوايج كاينين تحقرهم بالصح هما ماشي مليح. سياقة فن وأخلاق وتربية. الإنسان دائما أنا مروح نورمال ماني طرت راني في الدار بالصح ربو رحمته نقص أنا 4 ساعة 20 دقيقة نص ساعة ساعة ونروح بخير وعافية أحسن ما ندير كارثة. نمشي في الرواق تاعي دائما نحاول أني واسمه راني ما نديرونجيش الناس في الطريق. كاين آخرين يقول لك هاك نتايا دير قادر يجي واحد يدخل فيك بصح البلاكة تمشي 50 تمشي 50 بلاكة 60 90 نمشي 90 في اللوترود بلاكة 80 وانا نمشي 120 هاي كارثة. معليش انا قادر نمشي وكميو هذا ومحلول قادر نمشي به 300 انا بصح ومن بعد اول حاجة تحافظ على المركبة تاعك تاكل بها في الخبز البقرة تاعك ولا مش تاعك تحافظ عليها وثاني حاجة ما تأذيش الناس ثالث حاجة تروح بخير وعافية. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو ديروا لنا جيم خوتي وبارطاجيو هذه الفيديوهات بيناتكم ربي يحفظكم ويستركم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ربي يقدرني ان شاء الله ونجيب لكم الجديد.